الشخص هذا بيفكر في مشروع ما، أو الشخص هذا داخل في علاقة ثلاثية، مش من طرفك أنت يا برج الميزان، من طرفه هو، يعني هو مع شخص طرف آخر، طرف ثالث، وهو بيبحث عن الأموال والاستقرار، وهو عن جد عمال بيبحث عن المال والاستقرار، عن الحاجة المادية مش العلاقة العاطفية. فهو الشخص هذا إما في علاقة ثلاثية هو في طرف آخر، طرف آخر هو، أو الشخص هذا عنده مشروع مركز فيه جدا، كل تركيزه في هذا المشروع، أو الشخص هذا في علاقة مع امرأة نرجسية وهو بفكر كيف يوفر لها المال ويوفر لها كل شيء، لأنه إحساسي إنه الشخص هذا حاسس إنه محتاج للمال أو محتاج لاستقرار مادي مش استقرار عاطفي، ومحتاج شيء من المال لأنه عنده حاسس إنه في شخص مطنشه بسبب المادة، بسبب المادة في شخص. الشخص هذا اللي معكو اللي أنتوا فايتين تشوفوا له، سواء كنتوا في زواج أو في انفصال، فالشخص هذا في حدا مطنش بسبب المادة أو استقرار العائلي، لأنه هو داخل طرف ثالث، إما شخص، إما امرأة نرجسية أو شخص نرجسي اللي من الأشخاص الماديين. فالشخص هذا كل تفكيره ومتجه إلى اللي بده يستقر ماديا لحتى يرتاح تفكيره بشيء متعلق فيه، هو متعلق بشيء مادي أسري. احتمال الشخص هذا متعرف على شخص نرجسي، شخص بشدة وبطريقة التجاهل والتطنيش، وإذا ما لبيتش رغباتي فأنا رح أطنشك ومثلا أقطع معاك نهائيا. شخص هذا بتعامل مع شخصية نرجسية، عشان هيك هو أنت شايفه ملتزم الصمت ومتباعد عنك، وهو مختفي ومتباعد وشايل هموم كبيرة. وحاسس حاله داخل في شيء شبيه للموت. الشخص هذا كأنه يعني كيف احكي لكم، حامل هم المفروض هو ما يعني ما يحمل، بس هو محمل نفسه فيه او مدخل نفسه فيه، مخفي سر هذا الشخص بس مش مظهر لحد، بس ظهر لنا في الطاقه تاعته، حاول انه يظهر لنا في الطاقه تاعته طبعا انه هو بس مركز في المال، لكنه مركز في المال عشان طرف اخر غيرك يا برج الميزان. واحتمال يكون انه اذا انتوا كنتوا منفصلين فهذا الشخص شايف إيه، او يعني المشكلة بيناتكم انتوا، انتوا عارفين انه هو فيش طرف تالت بيناتكم، احتمال هو بيعاني بالمادة المال، يعني بيعاني انه مش قادر ياخد قرار في علاقتكم بسبب انه عنده عسر في المادة ومشروع معين مش قادر يحقق فيه نجاح، فهو مركز فيه للبعض منكم. خليني احكي لكم الابراج، برج الميزان وبرج العذراء وبرج الحوت، حلو كل الابراج ورا بعض، وبرج العقرب. احتمال يكون هو برج العقرب وحابب يغلبنا شوي في الكورونا، وبرج الجدي، وكمان برج الثور. بس طيب شو مشاعره من ناحيتك؟ مشاعره شوي يعني الشخص تعبان، انا مبدئيا بحكي لك الشخص هذا تعبان جدا جدا جدا. الشخص هذا حاسس ان انتم الاستقرار والعائله، ليش؟ هو
بسبب التوعية. الشخص دخل علاقة سامة وانفصل عنها ومشاعر راحت إلكو وحس إنه أنتوا الأمان أو أنتوا الأشخاص اللي راح تحتويه، فهو شايف إنه أنتوا العشر نقود، الاستقرار والعائلة والراحة النفسية، لكنه يمر هذا الشخص في انفصال عشان هيك تذكركوا. فما تكون انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض، وبعد الانفصال حس انه انتوا الاستقرار الوحيد اللي في حياته. الشخص اللي بمر بصاعقة، بمر بانفصال، بمر بشيء، وهو زي تفاجأ اجد صحوة حسست انه انتوا الاستقرار والحياة الصح. طب خليني اشوف ليش طالب بنتيكال، بس هذا الشخص يعني في عنده مشكلة، عنده مشكلة، الشخص هذا عنده مشكلة، عنده مشكلة. فقد هاي طلعت في طاقته الشيء اللي بيحاول يتكتم عليه، او الصاعقة اللي صارت في حياته بتكتم عليه. الشخص هذا اما انضحك عليه وحس بقيمتكم، برضو بتنفع القراءة للمنفصلين. الشخص هذا حس بقيمتكم بعد ما اكل عصي تقال كافي. يعني الشخص هذا بيحاول يمسك نفسه لانه عارف انه هو غلط في حقكم، وبعد ما الدنيا مثلا نحكي ربنا اخذ حقكم منه، عرف انه هو مديون لكم لانه انتم كنتوا في استقرار وكنتوا مستقرين وكنتوا انتوا بالنسبه له الاسره والعيله والبيت والامان والحنان والدفى يعني. فالشخص هذا مشاعره من ناحيتك هيك لانه بيمر في انفصال من الطرف اللي تركه بسبب الشخص. وبالمناسبه هون برج الاسد. طيب هو كيف شافك؟ هو شافك انت مستقر، مع انه هون يعني ان الشخص بس لا رؤيته غير لك. طيب خليني اشوف كروب، اشوف بنت ساعدتنا في القراءه اكثر، لأن الشخص هذا طاقته شوي يعني عنده مشكلة غيركم أنتوا، عنده انفصال آخر غيركم أنتوا. خلينا نشوف، يمكن هو راح لزواج تاني، تزوج عليكم يعني، تزوج من طرف آخر، وهو دخل يعني طرف آخر زوج تاني، أخذ شخص منفصل، دخل أو إذا كان رجل أو إذا كانت امرأة دخل في زواج مع هي يعني انه رقم اثنين في الزواج هذا طرف ثاني، وبتنفصل هلا عن هذا الشخص. ما يعني البعض منكم انتم طبعا يعني هي قصتكم وكل واحد ياخذها كل واحد هو عارف قصته. انا بعطيكم احتمالات وانتو خدوها للاتجاه المناسب لكم. هون بحكوا لكم انه لاحظوا مشاعرك الجسدية والعاطفية المتكررة لانها تدل على توجيه الالهي. احتمال انه انت بتجيك اشارات جسدية من ربنا، مثلا بتحس انه صدرك ارتاح فجأة، فيمكن ربنا هيك بزيح عنك هم يمكن تركه هذا الشخص. احتمال افكارك صارت تتوازن وانت حس صحتك منيحة وقادر تعطي وتاخذ، وقادر انك انت تعطي للاخرين نصائح، او قادر انت تنجز اعمالك. فاعرف ان ربنا هو اللي بيوجه فيك في هذا الشيء، يعني ربنا هو موجهك لشيء معين. انا اعتقد ان هذا الكارت لك مش لك. خلينا نشوف الرومانس. تحرر معي، انا شايفك انه انت
يعني منيح، يعني انت متوازن. طب خليني اشوف، يمكن انت كمان خدعتني. انت شو مشاعرك تجاه هذا الشخص؟ انت تعبان؟ انت يمكن تظهر انك متوازن لكنك تعبان جدا جدا، وحاسس بالغدر من ناحية هذا الشخص. انت حاسس ان هذا الشخص اتعبك، يعني للنفس الاخير، الرمق الاخير اتعبك هذا الشخص. عشان هيك بقول لك اتحرر من القيود. Free yourself. It's time to. هلا اجى وقت انك تتحرر من الدائرة اللي انت فيها. Take back control of your life. يعني انت لازم تتحرر من القيود اللي حواليك. اعمل لنفسك كنترول، تحرر. انت تعبان يا برج الميزان، بس بدك تخبى علينا والشخص ده يخبى علينا، احنا خلاص نسكر الكورونا. طيب هو شافك كيف؟ هو شافك الكينج اوف بنتيكال، شافك انت مستقر، وشافك انت مش معطيه اهميه، وشافك انت بتراقب في عملك وانجازاتك، وانت شخص صبور جدا جدا. وشاف شخصيتك انك انت صبور صبور جدا، انت في طاقه ترابيه، شايفك شخص ترابي، شافك صبور جدا، شافك انك انت بتحب تعطي عملك حقه، وانت بتوقف فوق عملك شخصيا. لو انت كنت مدير او حتى رب اسره، فانت شخص بتحب انه كل الانجازات اللي تصير في حياتك انت تكون على رأسها، وكمان انت بتحب تثابر لعملك لحتى توصل للنجاح. وكمان وشافك انك انت احتمال تكون شخص مش مادي، لكنك بتحب الاستقرار المادي وتبحث عن المادة، او يعني توفر احتياجاتك، مش انك شخص انت نرجس. لا طبعا كنا نرجسيين، لكن في كل شخص النرجسية بتكون يعني في بتكون متوازنة، في بتكون هابطة جدا، في بتكون متعالية. فهو شافك الوسط، انك انت شخص بتميل لحب نفسك، لكن بطريقة انك انت تكون متوازن اللي هي انت فيها يا برج الميزان، الموازنة. وكمان هو بيشوفك ان انت كيف يعني بتحب انك انت توفر احتياجاتك وما تطلب احتياجاتك من الاخرين، فانت بتحب تثابر في عملك وتجتهد في عملك، لو حتى في المنزل، لو حتى انت ام بتحبي انت تكوني سيدة المنزل، انت تعمل كل اعمال المنزل في ايدك انت، مش حدا يساعدك. هو شايفك انك انت معتمدة على نفسك جدا جدا في كل شيء، وهو معتمد عليك في كل شيء، لانه هو شايفك انه انت نازلي ومستعدة بتعمل كل شيء في ايدك انت، عشان انت تطمني اطفالك بخير، عملك في خير، كل شيء في خير. المهم انك انت تحسي بالسكينة والطمأنينة. هو شايفك انه انت يعني عندك شوي كبرياء او شوي من النرجسية، مش النرجسية طبعا، لان النرجسية بتجي واحد اثنين ثلاثة، يعني بتجي تيجي متأزمة، حالة متأزمة، حالة مرضية يعني. وفي كل شخص طبعا نرجسي وبحب يحافظ على كرامته، بحب يحافظ على كبريائه. فهو شايف انت شخص بتحب تحافظ على كبريائك، وبتحب تكون مستقل وما تحتاج حدا، ولا هو نفسه تحتاجه. حتى لو يعني انك بدك شيء انت يعني بتروحش تطلبه منه، او تخليه انه تطلب حاجتك. لو انت محتاجه او هو لازم يكون حقك عليه، لكن تتنازل عن هذا الحق مقابل انك انت ما تحسسوش انه انت محتاجه. يعني يعني كانه مع انه غلط عملك هيك،
ولازم يكون اذا كان هذا زواج سابق او انتوا في زواج فعلا والشخص هذا متباعد عنا وفي شوي زعزع في العائله، غلط انك تخليه يعتمد عليك في كل شيء. الاعتماد هذا بدمرك انت مش بدمره هو، هو راح شاف اتجاه تاني لانه شافك انك انت مخلص له كل مصالحه او بتعمل له كل شيء، فاعتمد عليك انه مثلا اترك لك الاسره انه انت ترعاها وانت توقف ترتب لهم كل شيء. فشافك شوي انه انت كبرك او كبريائك بس بيجي لعند كرامتك، انه هو ما في حدود ما يتخطاهاش وباقي مش مشكله قادر تحمله. انه مثلا انه مثلا ما يشتمكش بكلام لا يليق فيك، هيك انت رح توقف عند حده. بس انه هو يطلب منك مثلا مساعده بتلبيها لو كانت عليك وهو قادر يعملها، بس هو رمى العبء هذا عليه مش مشكله انت بتلبيها، هو شافك انت معتمد عليك فعشان هيك هو شافك انك انت الاستقرار، وكنت بالنسبه الى استقرار عائلي يعني كنت معتمد عليك كل شيء، والامان والطمانينه والاعتماديه. انا احس الشخص كان معتمد عليك جدا 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 جدا. التفت ما الذي تتشبث في شيء انت متشبث فيه، التفت عليه في انت متشبث شيء انت متشبث فيه راسك في هذا الشيء، فبقول لك التفت اليه يعني انبح عليه الشيء المتشبث فيه، انبح عليه خليك ايجابي. الايجابيه بس هذا الشخص على فكره شافك انك انت طويل بال وانت بتخطط قبل ما تفعل، يعني في عندك يعني بتخطط لقدام. طيب التفكير الايجابي والايمان سوف يجلب لك الرومانسيه. اذا انت شوي متشائم وانت شايف هذا الشخص اتعبك فخليك ايجابي، لانه الايجابيه هي مش بس بتجيب بس الرومانسيه والحب، كمان بتجيب لنا طاقه ايجابيه نحس احنا ان احنا عايشين، واحنا مش نخلي الحياه هي اللي نستناها تتغير ونضل متشائمين. لا خليك ايجابي واشتغل وكون يعني شوي عندك تجاهل للامور اللي هي مثلا متعبتك. اترك الظلم اللي انت مرقت فيه، اتركه لله. اذا الشخص هذا اتعبك كثير فاتركه لله، رغم ما بنتكلم. فخليك ايجابي، استقبل كل شيء في ايجابيه وشوف الحياه بايجابيه عشان انت تكون شخص يعني تحس ان الحياه حلوه، مش تحس ان شخص غدرك او شخص او كذا وكذا وكذا. كلنا بنمرق بظروف لكن لازم نكون ايجابيين ونحكي قدر الله ما شاء وفعل. يعني ربنا هو اي شيء احنا بنمرق فيه في الحياه صدقوني يا جماعه هو كاتب لنا، وكل شيء من الله شيء جميل ان كان سلبي او ان كان ايجابي. حكيت لكم على الابراج، شو خطوه هذا الشخص؟ شنو هي من اتجاهك بدأ؟